رينو برضو من الشركات اللي قررت تخش المعركه بتاعه الميني كروس اوفرز بعربيتها الجديده الكابتشر. الكابتشر عربيه حققت نجاح جامد جدا في اوروبا في سنه 2013 واحتلت المركز الثالث ورا النيسان جوك والرينو داستر في المبيعات، بالرغم ان هي ما كانش بقالها اكتر من سنه في السوق بخلاف العربيات الثانيه. العربيه هتنزل مصر بكاتيجوري واحد سعره 198000 جنيه، وهي العربيه دي بيزد على الرينو كليو الجديده وفيها نفس الانتيرير، بس المختلف بقى ان العربيه المره دي بتتقدم في مصر بطريقه كاستمايزبل جدا، فيها كاستمايزيشنز عاليه قوي في الالوان. يعني الرينو بيقولوا ان انت ممكن تختار العربيه دي لون الاكستيرير لون، ممكن تختار المرايات وتختار سقف العربيه بلون، الجنود بلون، الانتيرير برده بتختار الالوان اللي انت عايزها، ودي حاجه جديده علينا جدا في السوق المصري ان يتيح للعميل الاختيار ان هو يعرف ينقي ما بين الوان كتيره كده. العربيه هتنزل في مصر بموتور 1.2 تربو 116 حصان، وموضوع الكاستمايزيشن اللي فيها ده ممكن نتنبأ لها بمستقبل قوي جدا في السوق المصري. من العربيات برضو اللي هيفرق معاهم قوي الفيس ليفت الفتره الجايه هم العربيات الرينو اللوجن والسانديرو والسانديرو ستيب واي والداستر. العربيات دي عاده بتبقى كمعروفه في السوق المصري ان هي عربيات اقتصاديه وايكونوميكال وسعرها رخيص، بس في نفس الوقت كان ده كله على حساب الكواليتي بتاع العربيه. لكن الفيس ليفت الجديده الموضوع ده اتغير تماما. هي مش هتنافس دلوقتي مع مرسيدس وبي ام دبليو يعني، بس الشكل من بره اتحسن كتير جدا، ونفس الكلام برضو الانتيرير بقى فيه فيتشرز حلوه قوي والكواليتي بتاعته بقت احسن كتير قوي. بس الحاجه بصراحه اللي اذهلتني وابهرتني لما عرفت ان هي نازله في العربيات دي هي ان بقى فيها نافيجيشن. في عربيات سعرها خمس اضعاف العربيات دي وما فيهاش نافيجيشن. فانا شايف دلوقتي ان من هنا ورايح اللي ما كانش بيرضى يركب اللي كان لوجن او سانديرو او الحاجات دي ملوش حجه بقى، نافيجيشن اهو. اعمل لون كده مختلف.